قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة المصرية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد. لن أسمح لكم بالاقتراب من الكرسي.